لم تكد واشنطن تستفيق من صدمة قرار ترامب بالانسحاب من سوريا حتى أحدثت استقالة وزير الدفاع ماتس هزة سياسية كبرى تكشف اتساع الهوة بين ترامب وبين المؤسسة العسكرية. الحزب الجمهوري في حالة ذهول واضطراب، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوجه للمرة الأولى انتقادا صريحا لترامب وتأييدا لما ورد في استقالة ماتس، فيما البيت الأبيض قلل من شأن تلك المواقف ومن استفادة روسيا من هذا الانسحاب. التلميح بأن بوتين سعيد بقرار انسحابنا أمر سخيف، بل يشكل تحديا لروسيا للأقدام على اتخاذ خطوات إيجابية في الإقليم مما سيضعها في موقف صعب. قرار الرئيس بالانسحاب من سوريا والتحضير لآخر من أفغانستان يتوج شعار ترامب أمريكا أولا، وإن الولايات المتحدة دفعت ثمنا باهظا لحماية حلفائها وحان الوقت ليتحملوا العباء بأنفسهم. لكن هذه الرؤية تصطدم بوضوح مع رؤية أجنحة مؤسسة الدولة العميقة بأن حماية أمن أمريكا يتحقق بالحرص على بناء التحالفات ورعايتها لا على بناء الجدران على حدودها. ما جرى اليوم يثبت أن الرئيس ترامب يقودنا إلى الفوضى. ندرك أن وزير الدفاع ماتس لديه وجهة نظر تختلف جديا مع الرئيس حول سوريا وأمور أخرى. لم تشهد أمريكا حالة من الفوضى في تاريخها الحديث كما هو قائم اليوم، لدرجة غياب التوافق على ميزانية تؤمن عدم إغلاق الحكومة، والانقسام داخل الحزب الجمهوري قد يكرس فكرة تحدي ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويتلاقى مع رغبات الديمقراطيين بتنشيط حملة عزل الرئيس. مرحلة جديدة تدخلها أمريكا في غاية الحساسية يستعر فيها الخلاف بين مقاربة ترامب الراغب بالانسحاب من الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات، وبين أخرى تحاول تثبيت العلاقة مع الحلفاء والتشدد مع الخصوم وعلى رأسهم روسيا والصين. محمد كريم، واشنطن، الميادين.